يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت في كتاب الباعث الحثيث وهو أحد كتب مصطلح الحديث، نعم، أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ذلك أنه كافر، فهل هذا على إطلاقه؟ نعم، واضح هذا واضح. الذي يكذب على الله أو يكذب على رسوله متعمدا فإنه يكفر، ما بعد هذا الكفر شيء. يكذب على الرسول متعمدا والرسول مبلغ عن الله، أو يكذب على الرسول ويلزم من هذا أنه يكذب على الله أيضا، لأنه للرسول مبلغ عن الله عز وجل. ومن أظلم ممن كذب على الله؟ أظلم الناس من كذب على الله وكذب بالصدق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم.